متابعيني غاليين، سنود حب الحياة. عندي رحلة طويلة في الباص، الباص فيه واي فاي، تقعد وين بدك، فيه حمام. طلعوا طبعا اجري اليمين، هون كرسي الشوفير، طبعا انا بحب اقعد قدام عشان بدوخ. طلعوا قديش في مساحة للاجرين، شو لازم نقول بس نطلع على الباص؟ بقدرش اصيح كعك كعك، يلا يا كعك. دودو شوفيرنا ياتو، دودو تعال عند الكاسر. توليت ورا اخر اشي، مالت توليت في خدمة الشعب. طلع يا جماعة، وين هون بيعبوا التليفونات، بتحط هون اليو اس بي وهنا بتقدر تعبي. حطت القطار تحت الارض، يلا نروح. بتجولوا في لندن ومع هنش كرت، مش حاجة تشتري كرت، الفيزا تقدر تطلع عن طريقه. شوفوا فتح الباب، ست 5 كيلومتر دان شوارع لندن. في لعب اليوم بين فريق ارسنال وتشيلسي، زي ما انتم شايفين الناس متجمهرة. بس بدي اقول لكم شغله، فوق الامارات هذا الملعب سبونسر تبعه خطوط الاماراتيه، طال عمركم. بيج بن اليوم هي رمز ثقافي للمملكة المتحدة. خلصت جولتي الخفيفة اللطيفة في لندن، طريق الرجعة لنيوكاسل. شركة باصات تختلف، شوفوا الباص معي. هذا الباص بيجي طبقتين فوق وتحت، شايفين؟ وهون بحطوا الشنطات، جوا بحطوا الشنطات، كل واحد حسب وين بده يسافر وين بده يروح.